اليوم ابحث كمان على عمل، واعرف زي العادة ما رح الاقي. كل صباح بفيق وبشوف بيوت ناس كيف كبيرة وعندها كتير زوار، وبيروحوا الناس تشتغل وتدرس، بس انا بروح كل صباح افتش على شغل. واو، في بيت كتير كبير يحط البنت او الولد اللي صاحب البيت. يما رح ادخل ازور البيت، خلي اشوف كم لايك. واو، في 219. او ماي جاد، واو. يلا ادخل اشوف. واو شو حلو، يا رب لو كان عندي زي هذا البيت وربي، هذا حلمي. او ماي كيف عندك؟ واو يا حظها، لازم تقول الحمد لله وخلص. انا بتعب لحتى اني اشتري اعطت البيت بس ما اقدر ابدا. واو يا حظها. طبعا هلا بهاي الفترة يعني البيوت بتضل مفتوحة لحتى انه الناس تزورها، انا اجيت لحتى اني ازور هذا البيت. واو من جد كتير بيجنن. دقيقة، هون في لافتة مكتوب عليها شي شغلة، خلي نقرأ شو مكتوب عليها. دقيقة، مسابقة تجعلك مليونير، وبيقولوا شروط المسابقة هي انه لازم يكون بيتنا عليه اكتر من 1000 لايك، ولازم انه يكون يعني بيتنا عليه اكتر من 1000 لايك وزوار عليه كتير. اوماي جود، لازم اني ضروري هلا اجمع، لازم انه يكون عندي كتير لايكات للبيت تبعي عشان اني يصير غنية واصير مليونير. اوماي جود، انا ما بدي مليونير، بدي بس بيت واكل وملابس جديدة وخلص. بدي مثلا اشتري حيوان اليف، او بدي شي صديق او صديقة عشان انه هيك ما اضل لوحدي. فهلا بدي اني افتش على ناس تجي على بيتي، بدي زوار. مرحبا يا ولد، ممكن بليز تجي على بيتي؟ ممكن بليز تجي معي على بيتي تحط لي لايك؟ ايه لايك قلب، بديك تحط قلب لبيتي. اوف راح، ليه ما بدكم تسمعوني؟ بدي حدا يحط لي لايك على بيتي، بدي اصير غنية، بدي يصير معي بس شوي مصاري. كل يوم اتعب عشان اني الاقي شغل بس ما الاقي بالتالي. اوف، مين بده يساعدني؟ يلا بليز. انا خلص خطرت الفكرة، بعرف انه الناس كيف بتجي عشان تزور البيت، بتجي وبتحب انها تشوف بيت، يعني مظهر البيت بيكون كتير حلو. ف لازم نجمع مصاري، بس اول شي خليني اجيب شوية اشخاص. بليز تعي على بيتي، ارجوكي تعالي على بيتي، ارجوكي يا كريستال، ارجوكي بليز تعالي على بيتي. Let's go to my house, follow me. الحقيني بس تعالي على بيتي، اقطعي عبيتي. ليه هيك بس اموجيات؟ ماي جاد، هذا البيت كان معه لايكات كتير، قرب للالف. واو بيته شلون كتير كبير، بيت صاروخ. واو، لا انا خلص لازم نروح هلا سريع، لازم نروح اشتغل لانه خلص باقي بس شوية عشان المسابقة تخلص، وانا لسه ما عندي كتير لايكات حتى لو بعرف اني خسرانة. بس ارجوكي ارجوكي ساعديني، كل حدا يساعدني، ساعديني أرجوك 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 أرجوك. أوف، ما بتهتم ورايحة هيك رايحة بموبايلها وما بتهتم لإلي. بليز. أوف أوه شو كيف راحت من جد هيك. أوف خلص، هلا أنا بدي أروح أجمع فلوس. خلص خلص. او ماي جاد، هون في رفقات كتير اغنياء، هدول شكلهم هدول بيست فريندز. او كيوت كتير هدول، يديمكم، بس طبعا محتاجة مساعدتكم. ممكن احد يرد علي، محتاجة انا مساعدة، ممكن مساعدة؟ انا خلص رح اروح واجمع مصاري، خلص لازم نروح واجمع. هلا طبعا رح اجمع بلعبة الفواكه، ورح احاول اني يعني احصل على مصاري زائدة، يعني مصاري كتيرة. اوكي رح اروح اكمل. الناس ما بدها تساعدني، خلص يعني انا بجمع على وحدي. كمان قرب كتير يجي الليل
بكرة نتائج المسابقة، كتير حماس، حتى لو بعرف انه انا خاسرة ضروري ما رح يجيني ابدا لايكات على بيتي، بس رح احاول اني اشتغل عشان اني ازين بيتي واخليه كتير حلو وناس تجي على بيتي وتحط لي لايك وتزور بيتي عشان اني افوز. يلا هن كمان شوي تفاح، كمان هون كيف تفاح، يلا ناخده كمان، ضايل هاي التفاحة هاي وضايل هلأ شوي من البطيخ، يعني رح احاول اني اجمعه. هون في بطيخ كمان، خلص خلصت. يا رب انه الروبوت يحب العمل تبعي ودايما يتصل علي ويقول للناس انها تتصل علي عشان انه انا يعني يصير اشتغل معه. يا رب يعطيني مصاري كتير، يا رب يا رب. شكرا. هلا عندي 350 عملة، لازم انه اجمع اكتر، فرح اروح على البيتزا اشتغل كموزعة بيتزا. الحمد لله قبل الشغل تبعي ورح اشتغل كتير منيح اليوم، في شغل وعمل كتير كتير كتير، رح اشتغل اكتر اكتر عشان اجيب مصاري اكتر. اتفضل البيتزا تبعك، انا اوزع كتير منيح، لازم اشتغل بكل شطارة. يلا يلا. طبعا اعلنوا عن الفائز، بدي اني اروح اشوف موبايل شي بنت واشوف مين فاز. مرحبا، مين فاز؟ مبروك عليكي انتي. ها انا فزت؟ لا مستحيل مستحيل، الله يبارك فيكم، شكرا شكرا، من جد انا فزت؟ ايه انتي فزتي. ماي جاد، اي كانت بليف، ما بقدر صدق انا فزت. خلي اروح اشوف كم هلا معي لايك. معي 8000 لايك هلا، اكيد بدها تكون وصلتني الفلوس والبيوت. خلي اروح اشوف. ماي جاد، صرت غنية. واو، كم معي من بيت؟ كل بيوت. هذا البيت كتير كتير بحبه. لحظة اشوف بيت صاروخ. هيو، ماي جاد، ماي جاد، كتير حلو. هلا رح ادخل على بيتي الجديد، لك مش مصدقة انه هذا صار بيتي. لا مستحيل. ماي الا، هذا صار تبعي. ماي جاد، شلون؟ لا مستحيل هاي، لا مستحيل، عم تمزحوا معي صح؟ لك انا فزت، الحمد لله، يا الله الحمد لله، كتير كتير انبسطت يا الله. لك شلون اكتر مرة انبسط لهي الدرجة؟ لك رح تصير معي كتير مصاري، رح اصير اكل كل يوم، ما رح اصير اني اشتغل، رح ادرس بمدرسة، رح يصير معي حيوان اليف. ماي جاد، مش مصدقين، ما رح اروح على فيود الناس واقولهم اعطوني مي. خلص رح اشتري مي، كده عندي بيتي فيه مي. واو، ما رح اعيش لوحدي، رح اشتري لإلي كتير كتير حيوانات اليفة. كتير كتير مبسوطة. هل غيرت شكلي هيك اشتريت؟ ماي جاد، كتير حلو، مش مصدقين لسه لحد الان، مش مصدقين. واو، من جد واو، لك واو، صرت غنية، الحمد لله يا الله انه انا فزت. ما رح انساكن اكيد، انتو بفضلكن انتو صرت هيك، شكرا كتير لكم، شكرا على دعمكم، كنت اعتقد انكم هيك رح تصوروا غيرانين، ما رح تحكوا معاي وتقولوا عني انا مغرورة، بس كتير كتير شكرا لكم، احبكم احبكم احبكم، شكرا، كل شي بفضلكم وفضل الله، اول شي بفضل الله بعدين بفضلكم. واو، صرت غنية الحمد لله. اكيد طبعا الفكرة والعبرة من هالقصة انه اذا عندكم شي حلم او هدف كافحوا مشانه، لانه رح توصلوا للهدف تبعكم شي يوم، ولا تستسلموا.